أهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج حيث الإنسان. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على قصص الكفاح والنضال اليومي التي يسطرها اليمنيون رجالا ونساء في ظل هذه الأوضاع الصعبة. مشاهدينا الكرام، من خلال الحلقات المباشرة أيضا نتشارك تفاصيل قصص الكفاح هذه ونقدم الجوائز النقدية الفورية للمشاركين معنا والذين يتابعون كل ما نقدمه من قصص في حيث الإنسان ويجيبون على الأسئلة المطروحة من خلال الاتصالات المباشرة وأيضا من خلال السؤال اليومي والذي يمكنكم المشاركة عليه من خلال الواتساب. أهلا ومرحبا بكم. الكثير من حكايات المعاناة كتبتها الحرب في دفتر أقدار اليمنيين، قرأنا بعضها وسمعنا عن بعضها الآخر فيما ظلت معظم تلك القصص طي النسيان. حكايات مجهولة، سطورها بعيدة عن العيون وأحرفها لم تلامس الأسماع بعد. لا يشعر بثقل مأساتها المريرة سوى قلوب أصحابها. كان النازحون شخصيات رئيسية في فصول هذه الحكايات، كتبت خطواتهم على امتداد رحلة النزوح فصولاً طويلة من الكفاح، إلى أن تعبت أقدامهم من السير فقررت الوقوف على أرصفة الأيام في انتظار فرج قريب. نحن في حيث الإنسان تتبعنا بعض هذه الحكايات لنقص عليكم تفاصيلها، ونترككم مع واحدة من هذه الحكايات التي استطعنا الوصول إليها وحاولنا كتابة نهاية سعيدة لها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نتابع مشاهدينا حكاية مثنى ورحلته اليومية بين الرصيف والمدرسة. فوق كل رصيف تكتب الأيام حكاية، وفي كل ملامح وجه تخط السنين قصة تخبئ الكثير من تفاصيل الحياة بحلوها ومرها. يخنق الحصار شوارع هذه المدينة، لكنها ما زالت رغم ذلك تتسع لهؤلاء الباعة المتجولين وأقدامهم الضاربة في الأرض سعياً خلف الرزق الذي كتبه الله لهم. لطالما فتحت هذه المدينة شوارعها كذراعين للقادمين من القرى والمدن المحيطة بها، فكانت داراً لكل من ضاقت بهم مدنهم وقراهم ولاذوا بأحضانها. نزحت من ريمة مديرية الجبين، عزلة حورة، طبعاً المنطقة وعرة وصعب فيها العيش، وما معانا شمال انه تزرع او تشتغل بينه او تقدر تعيش منه، فما قدرنا، فاقتطع الراتب وكان هو سبيل العيش حقنا الوحيد، فاضطريت انه انزح الى مدينة تعز. انا ما قلت غير الا اني اشتغل، اجرب اي عمل الذي ادخل به رزقي وكذا، احاول ابحث عن عمل، فقمت اشتغل فوق عربية مقابل انه كيف أعيش أسرتي، كيف أجيب المصاريف حق الأولاد، كيف أصرفهم للمدرسة، كيف تحاول بقدر الإمكان ونأخذ شوية بضاعة وكذا بحاجة بسيطة نشتغل باليومية، ونروح نذهب بالليل نجيب بدلها ونشتغل اليوم الثاني وهكذا. كل يا صامي
قبل أن يرتفع صوت مثنى في شوارع تعز للترويج لبضاعته، كان معلماً يسكب صوته على مسامع التلاميذ في إحدى المدارس أعلى جبال ريمة حتى أجبرته ميليشيا الحوثي على مغادرتها. ظل الحنين إلى مهنة التعليم يهز قلب مثنى على مدار الأيام التي قضاها بعيداً عن المدرسة. خذ نصيحة خدم طاهر القلب صادق تداويها وتورث الحسنة. تلاحظ أني كلمة تبدي في الشطر الأول. وحين حول أحد فاعلي الخير بيته إلى مدرسة، أعلن مثنى التطوع للتعليم فيها. الأستاذ مثنى هذا إنسان كف في عمله، ورغم الظروف الصعوبة والمعاناة التي يعانيها كل حاجة إلا أنه ملتزم في عمله. ملتزم، يأتي في الصباح يقطع مسافة طويلة يمكن يقدر بمقدار 3 كيلومتر، يعني بين السكن ومقر العمل، إلا أنه ملتزم في عمله. ملتزم ويديها على أجمل وجه كل حاجة، مؤمن في رسالته أن هذه كمهمة وطنية ويحب عمله. فلهذا هو مستمر في عمله من عام 2017 حتى اليوم، وهو موجود اليوم في المدرسة يمارس عمله في أحسن وجه. بين جدران هذه المدرسة التي يعلم فيها مثنى تطوعاً والمدرسة التي يقف خلف أسوارها بعد الظهيرة لبيع المكسرات، يقضي مثنى أيامه. اشتي عيش زي الأطفال الباقيين، أفكر باللعب بالدراسة، يعني بأي حاجة تسعدني. ماشي أكون أفكر كيف ندخل الصرفة، كيف أنا يعني كيف أشتغل، بتنقع لي وقت ذاكر بينه، وبتنقع لي وقت أرتاح بينه، يعني تقع ضبح هذا العيشة يعني. ما بين مثنى البائع المتجول ومثنى المعلم هناك مثنى ثالث، مثنى الأب الحنون ورب الأسرة المثابر. كنا حوالف أغصانها فلا يبين لها في غيرها أثر. لمثيلتها الذي معاه في البستان. وين عمل قرار بالدراسة؟ فهنا كأن النخلة إنسان. يذاكر لأبنائه دروسهم رغم ازدحام جدوله اليومي. ولا ينسى اللعب معهم ايضا. لا خلص. طيب خلص. ها اسحب. كيس لعندي. كيس لعبهم جديد.
على هذه العربية الصغيرة تقف أركان بيت بأكمله، بيت يضم بين جدرانه أسرة من 7 أفراد يقاوم بها مثنى متطلبات الحياة المعيشية الباهظة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن الحياة في ظل الحرب وانقطاع مرتبه كمعلم أثقل من أن تحملها عربية صغيرة. أنا الآن عندما كنت مدرس وكذا كنت مرتاح نفسياً وشاعر بعزة وبكرامة وكذا، لكن الآن يعني شوف موقف صعب عندما تنزل من مستوى مربي أجيال وكذا وبعد ذلك رجعت تشتغل بين عربية بين أي عمل بسيط، يعني أقحمنا أنفسنا في عمل لا طاقة لنا به إجبار، يعني مجبر لأنك تعمله مقابل أنك تأخذ سبل العيش الكريم وتبحث عن رزق. أنا أتمنى أنه لو بو سباب لو بو مشروع هكذا يقدر واحد أنه يستكفى بو ذاتياً أو يعيش بو يستقل ذاتياً، يعيد مكانته وترجع نفسيته كما كانت سابقاً، يشعر بعزة وكرامة هكذا. ألف مبروك، يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نحقق حلمك. يعني نشعر يعني بإطمئنان نفسي، نشعر بفرح كثير، يعني نشعر بأن الله سبحانه وتعالى لابد أنه سيعين الجميع إن شاء الله ويعيننا إلى كل خير وإلى كل بر إن شاء الله. المعاناة تذهب إلى غير رجعة إن شاء الله، وربنا يوفقنا إلى كل خير. أحلام بسيطة في نظر الكثير، لكنها حياة كاملة بالنسبة لهؤلاء، وتحقيقها يعني فتح أبواب كانت مغلقة في وجوههم، يعبرون من خلالها إلى الاستقرار، ويزيحون بها همومًا ثقيلة كدستها الأيام على أكتافهم. ما بين هذه الجدران الأربعة وبمساعدة برنامج حيث الإنسان سيتجسد حلم مثنى الذي دار في باله كثيراً ليصبح واقعاً تلمسه يداه. صباح يوم جديد في حياة مثنى وأسرته، صباح قد يكون فاصلاً ما بين مرحلتين من حياته، فهذا الصباح سيمثل خطوة تنقلهم من دائرة الحياة الضيقة إلى دائرة حياة أكثر رحابة.
وتجسد الحلم على أرض المدينة التي لاذ مثنى وأسرته بأحضانها حين ضاقت أرض بهم نبتوا عليها وامتدت جذورهم في قلبها. الآن صار بإمكانهم أن يواجهوا عبوس الأيام في وجوههم بابتسامة أكثر إشراقاً. أحسن فرحة يعني في حياتي يعتبر اليوم، يعني ما قد أعبر يعني عنها بالدموع الصدق، يعني من خلال ما شاهد من خلال ما الحمد لله وشكر لله. صدق المحل إعداده جيد نظيف مهيأ، يعني يشعر واحد بالمرح بمجرد أن يبصر الصدق. يعني أنا بالنسبة لي أرتاح لأول مرة أبصر اسمي على اللوحة هكذا بهذه الطريقة وكذا، الصدق شعر بارتياح كثير جدا. العربية إن شاء الله إلى غير رجعة نتركها ونثبت في المحل. اليوم يعني شعور فرحة، خلاص ابتعد التعب حق كل مرة. أكيد المحل أحسن من العربية، إنه العربية تعب وبعدين يقيس بين الشمس والريح وهذا يعني تعب، لكن أنا عاد أحسن. يرتفع صوت مثنى وولده لحشد الزبائن حول المكسرات التي يصنعونها، وأعلى من أصواتهم ترتفع الابتسامة على وجوههم. آن الأوان الآن لعربية مثنى أن تستريح جانباً، فقد أصبح البديل جاهزاً. وكما وزع مثنى أيامه وكلماته التربوية على أفراد أسرته وكل الذين تتلمذوا بين يديه، ها هو اليوم يوزع حبات المكسرات على وجوه يراها لأول مرة، لكنها لن تمحى من ذاكرته أبداً. إذن قصة مثنى مشاهدينا واحدة من قصص الكفاح التي تستحق ويجب أن يسلط عليها الضوء. هؤلاء هم نجوم وأبطال المجتمع الحقيقيون، يتطوع في التدريس كما شاهدنا صباحا، ويبيع المكسرات مساء من أجل لقمة العيش له ولأولاده، وكل ذلك بسبب الحرب. إذن مشاهدينا تابعنا قصة مثنى النازح من محافظة ريمة إلى محافظة تعز، ومن تفاصيل هذه القصة ستكون أجواء مسابقة الليلة، الأسئلة والأجوبة من هذه القصة، وأيضا السؤال اليومي والذي سيطرح عليكم في نهاية الحلقة ويمكنكم الإجابة عليه من خلال الواتساب. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف، ويمكنكم المشاركة معنا في الاتصال المباشر من خلال أرقام البرنامج الظاهرة معكم على الشاشة، رقمين محليين من داخل اليمن. تكلفة الاتصال بهذين الرقمين هي تكلفة مجانية، نحاول أن نسهل ونساعد كثيرا في التواصل والمشاركة معنا. لمن يتساءل أنه عندما أريد أن أتصل هل يجب وضع مفتاح اليمن؟ لا، ليس بالضرورة، لأنه رقم محلي يمكنك الاتصال سواء من الهاتف الجوال أو من التليفون الأرضي على الرقم مباشرة بدون إضافة أي أرقام، لا مفتاح دولي ولا شيء. اتصال أول في هذه الحلقة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك. عليك السلام، حياك الله. حياك حبيب. عرفنا عن اسمك. وهي حسين رحم ماجدي. لو تعيد اسمك. حسين رحم ماجدي. مش واضح عندي الاسم. وائل ياسين. حسين رحم. ايوه
من أي محافظة يا وائل؟ من تعز مديرية المواصف. من تعز مديرية المواصف. وائل تابعت القصة؟ طيب من أي محافظة نزح مثنى وعائلته؟ من محافظة ريما. متأكد؟ طيب مبروك لك يا وائل، مبروك لك 50,000 ريال، وإجابتك فعلا صحيحة، مثنى نزح من محافظة ريما إلى محافظة تعز. شكرا، مبروك لك 50,000 ريال. شكرا لوائل. اتصال آخر. طيب أذكر فقط مشاهدينا الكرام بأنه سؤال أمس طرح السؤال عبر الواتساب، وأذكر أن المشاركة معنا بسؤال الواتساب، لمن يسأل فقط أرسل رقم الإجابة بدون أي إضافات، أرسل رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، الرقم الخاص بالواتساب غير الأرقام المخصصة للتواصل المباشر معنا في وقت البرنامج وهو الوقت المتاح للمسابقة، فقط يتم التواصل على الرقمين الموجودين على الشاشة فقط وقت البرنامج. لدينا اتصال أو يمكن أن نذهب ونجري قرعة ونختار أول فائز. طيب تمام، سأختار الآن الفائز الأول معنا عن سؤال حلقة الأمس، وكان السؤال يقول: ما اسم المعهد الذي تعمل فيه أنيسة السلامي بطالة قصتنا بالأمس؟ وكانت الاختيارات الثلاثة: الاختيار الأول النجباء، الاختيار الثاني الخنساء، الاختيار الثالث السلامي. الإجابة الصحيحة كانت هي الاختيار رقم 2. كل من أرسل الإجابة رقم 2 دخل معنا في السحب، ولديه فرصة الآن للفوز بجائزة من 3 جوائز، قيمة كل جائزة 50,000 ريال يمني. بسم الله سنبدأ ونختار أول فائز معنا الآن، وكما تشاهدون الآن معنا على الشاشة عدد الإجابات الإجمالية التي وصلتنا إلى البرنامج 40,981 رسالة، عدد الإجابات الصحيحة 26,731، والإجابات الخاطئة للأسف 14,250. كانت الإجابة الصحيحة رقم 2. إذن كل من أرسل رقم 2 لديه فرصة الآن للفوز معنا، وسنختار بشكل عشوائي أول الفائزين وقيمة الجائزة 50,000 ريال. بسم الله. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 775-840-882. مبروك لصاحب الرقم 775-840-882. هو الفائزين معنا، ولدينا رقم للتواصل معنا والمشاركة طبعا الظاهر أسفل الشاشة، بإمكانكم التواصل من خلال رقم الهاتف الظاهر على الشاشة 7111-5030. بإمكانكم التواصل الآن مباشرة وستكونون معنا على الهاتف من خلال الرقم الظاهر أسفل الشاشة 7111-5030. إذن مبروك للفائز الأول معنا. طيب لدينا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك. الله يبارك فيك. عرفنا عن اسمك. حسين علي أحسن الليبي. حسين علي، من فين يا حسين؟ من صعدة. من صعدة، أول مشارك معنا من صعدة. الله. طيب حسين تابعت قصة مثنى؟ أيوه. طيب أنا بسألك الآن سؤال من هذه القصة. السؤال تفضل. تابعنا مثنى عندما كان يذهب في الصباح في المدرسة متطوع، من كان يعمل على العربية التي يعمل عليها مثنى في المساء؟ من كان يعمل عليها؟ ابن أسامة. ابن أسامة، ما شاء الله عليك، تستاهل 50,000 ريال، مركز في التفاصيل واسم الولد. مبروك لك يا صديقي حسين من صعدة 50,000 ريال، وأنت أول مشارك معنا من صعدة، مبروك لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. طيب اتصال آخر. ألو، ألو، شهر مبارك. ألو. طيب ألو، وعليكم السلام. ألو، اسمعني من الهاتف ووطي صوت التلفزيون. أيوه من الهاتف. طيب اسمعني من الهاتف، عرفني عن نفسك. علي عبد الله الجوفي. علي عبد الله
الجوفي. الجوفي. ايوه. من اي محافظة يا علي؟ من الجوف ساكن في صنعاء. من الجوف عايش في صنعاء. تابعت قصة مثنى؟ ايوه. ايش اكثر شيء اثر فيك في قصة مثنى يا علي؟ اكثر شيء اثر فيني ان عندما قال ان المهنة حق ما كانت تناسب انه كان يربي اجيال. تعتقد الان يا علي المحل هذا بيساعد مثنى بشكل كبير ولن يحتاج؟ اكيد 100% ان شاء الله. إن شاء الله. طيب أنا بسألك سؤال من تفاصيل القصة. المحل الذي قدمه برنامج حيث الإنسان لمثنى، محل في أي مجال؟ يعني محل ماذا؟ إيش نشاط المحل؟ مثنى للمكسرات. مكسرات. مكسرات. فعلا إجابة صحيحة. مبروك لك 50,000 ريال يا علي. الله يبارك فيك وشكرا جزيلا. عفوا. شكرا لك علي من الجوف عايش في صنعاء، شكرا جزيلا لك، مبروك لك 50,000 ريال. اتصال اخر. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك. معك بسام احمد. من معي؟ معك بسام احمد الضابط من الحديده. بسام احمد الضابط من الحديده. بسام احمد الضامري. بسام احمد الضامري من الحديده. اهلا بك يا بسام. بسام ايش اكثر شيء اثر فيك في قصه مثنى؟ والله رجل الانسانيه، يعني لانه نازح من ريمه وانتقل يعني ليكسب لقمه الحلال بحركه. طيب سؤالي لك، مثنى نزح من ريمه، إلى أي محافظة نزح؟ إلى ريمة. إلى تعز عفوا. إلى تعز. بسام متأكد أنت أو العكس؟ من تعز ونزح إلى ريمة. بسام. يا بسام. بسام. كان في ريمة نزح إلى تعز. مش العكس. أخي. تسمعني أنت يا بسام؟ أخي العزيز. تسمعني؟ صوتي عندك واضح؟ نعم. أيوه اسمع. خلاص أثبت على هذه الإجابة. خلاص إجابة صحيحة وبسام. أيوة اسمع. تمام. خلاص يا بسام ما يحتاج. نعم. أنا... نعم. تمام مبروك لك إجابتك صحيحة و 50,000 ريال لبسام الضامري من محافظة الحديدة، مبروك لك. مبروك لك. مبروك لبسام، اتصال آخر أو نجري القرعة ممكن. طيب، الآن سنجري القرعة أيضاً وسنختار الفائز الثاني معنا عن سؤال حلقة أمس، وكانت الإجابة الصحيحة هي الاختيار رقم 2، وكما تشاهدون معنا على الشاشة عدد من أجاب بشكل صحيح 26,731 أجابوا بشكل صحيح واختاروا رقم 2. الآن سنختار الفائز رقم 2 وقيمة جائزته 50,000 ريال يمني. بسم الله. مبروك إذن لصاحب الرقم 7-3-4-8-2-0-7-1-4. إذن مبروك لصاحب الرقم 7-3-4-8-2-0-7-1-0-7-1-4. وهذا إجابة على كل المشتركين من MTN اللي يقول لك ليش مشتركين MTN ما يفوزوش معاكم في حيث الإنسان. مبروك للفائز الثاني صاحب الرقم 7-3-4-8-2-0-7-1-4. طبعا المسابقة متاحة لكل اليمنيين في كل المحافظات ولكل الأرقام، ولا يوجد أي استثناء أو أي منع لأي رقم أو شركة أو مدينة أو منطقة أو قرية أو محافظة، وهذه المسابقة هي مخصصة لليمنيين في كل البلاد، لذلك تم استثناء ربما اليمنيين المتواجدين خارج اليمن بهذه المسابقه لانه تردنا الكثير من التساؤلات. طيب اتصال اخر. الو. 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 السلام عليكم. الو. السلام. ايوه الو. شهر مبارك كل عام وانت بخير. وانت بألف صحه وعافيه. عرفنا عنك عن نفسك.
اسمي محمد الحداد. محمد الحداد من اي محافظه يا محمد؟ محافظه دمار. من محافظه دمار. تابعت قصه اليوم؟ نعم تابعتها حيث انت. ايش اكثر شيء اثر فيك في القصه؟ محافظه دمار. تمام، من محافظه دمار. القصه اللي تابعتها معنا اليوم قصه مثنى، ايش اكثر شيء اثر فيك في هذه القصه؟ اثر فيني قصه المعاناه الانسانيه اللي تعرض لها مثنى. طيب، مثنى تطوع في هنا زحمه الريمه الى تعز، وقدم نفسه كمتطوع في محافظه تعز في مهنه يعمل فيها بشكل تطوعي. ما هي هذه المهنه التي تطوع فيها مثنى؟ كان يعمل مدرس. مدرس. هو كان يعمل مدرس في ريمة، لكن في تعز تطوع في ايش؟ التدريس. التدريس. في التدريس. اجابتك صحيحة، و50 ألف ريال لك محمد الحداد بن ذمر، مبروك لك. مبروك، الله يبارك فيك ويعافيكم. آمين، اللهم آمين، شكرا جزيلا لك، مبروك لك يا محمد. اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، شهر مبارك. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، عرفنا عن نفسك. صدام حسين أحمد ناصر. صدام حسين أحمد. شاركت معنا أمس يا صدام. أيوة نعم، شاركنا أمس ولكن كانت التغطية ضعيفة وما حلفنا حب. من أي محافظة أنت يا صدام؟ أنا من محافظة لاحج. أمس شاركت معنا صح، وكان الاتصال غير واضح وما شاء الله عليك ضبط معك اليوم. كم لك بتحاول؟ كم حاولت مرات؟ محاولات كثيرة، محاولات كثيرة بسيطة يعني. ما شاء الله عليك والحظ اللي معك يا صدام، ما شاء الله عليك. يعني الناس بالآلاف بيتصلوا وما بيضبط معهم، أنت كيف ضبط معك مرتين؟ الله يحفظكم. معك وساطة عندنا في البرنامج ولا شيء؟ الآن بيقول لك هذا صاحب. لا بالعكس بالعكس. بيقول لك هذا صاحبهم، اتصلوا له مرتين. رغم انه في يجاوبني على الكنترول واحد من لحج. كيف عرفت انه من لحج؟ عندما اتصل قال من اي محافظه؟ قلت من لحج. قال اذا اهلا فيكم اصحاب لحج، انا من لحج. شكله من اتصل له صاحبنا قال له انا من لحج. طيب تمام، قد يحلف الان قال والله ما اعرفه. طيب. زميلنا في الكنترول وسام المنتج. طيب صدام، مبروك انك وصلت معنا مرة ثانية، وانا الان بسألك سؤال. تابعت الفيلم انت صح؟ ان شاء الله. تابعت اسامة بن مثنى الولد الصغير اللي ظهر معنا في الفيلم؟ اي اسامة، ايوه دي كان يشتغل مع ابو بجاري. ايوه، قال اسامة الحياة متعبة، هذه الحياة شاقة، انا اشتي افكر في شيئين، ايشهم؟ انا كطفل ماشيش افكر في هذه الحياه وكيف نشتغل وكيف نوفر، الشيء افكر في شيئين بس، كل الاطفال يهتموا بهذا الشيئين، ايش؟ اللعب والدراسه. يا سلام عليك، تستاهل 50,000 ريال. مبروك يا صدام. مبروك يا صدام. حياك. مبروك يا صدام اللي ما فيش معك وساطه عندنا ابدا، مبروك. طيب شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، ثلاثه ارقام اصبحت موجوده معنا في برنامج حيث الانسان وهي ظاهره على الشاشه، يمكنكم التواصل من خلال هذه الارقام الثلاثه وقت البرنامج فقط، لكن سؤال واتساب يمكنكم الاجابه عليه طوال اليوم من وقت انتهاء الحلقه وحتى حلقه الغد. الان نجري قرعه او نذهب لنستقبل اتصال؟ طيب الان نختار الفائز الثالث ايضا، وصاحب الرقم الثالث، مبروك لصاحب الرقم. بسم الله. مبروك لصاحب الرقم 7332688192، ايضا رقم ام تي ان 7332688192. مبروك لصاحب الرقم 50,000 ريال. اذا اخترنا ثلاثة فائزين اليوم عن سؤال حلقة الامس، مبروك لهم، لكل فائز 50,000. ولدينا اليوم ايضا سؤال واتساب سيكون مطروح من تفاصيل قصة مثنى المعلم النازح من ريمة الى تعز، اجيبوا عن هذا السؤال، وغدا سنختار ثلاثة فائزين وقيمة كل جائزة 50,000 ريال. طيب لدينا اتصال؟
الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شهر مبارك، كل عام وانت بخير. وانت بخير يا استاذ سامي. كيف حالك يا صديقي؟ الحمد لله، كيف حالكم انتم؟ عرفني عن نفسك. احمد محمد علي من المحويت. احمد محمد علي من المحويت، اهلا بك يا احمد. كم لك بتحاول عشان تشارك معنا في البرنامج احمد؟ كيف؟ كم قد لك بتحاول عشان تشارك معنا في البرنامج؟ والله من اول حلقه. من اول حلقه، واليوم ضبطت معك الامور وانت معنا؟ ضبطت معي في الرقم الجديد، بس في الرقم الجديد، رقم اللي ظاهر على الشاشه 7111 50 30. هذا وايضا سنحاول خلال الايام القادمه نضيف ارقام اخرى حتى نضمن مشاركه اكثر. طيب احمد، احمد تابعت القصه انت؟ اكيد ايوه تابعتها كامل. ايش كان عنوان الحلقه اليوم او عنوان القصه؟ مثنى بين قصة عن نزوح استاذ ريمي الى تعز. كيف نزوح الاستاذ ريمي من نزوحه من ريمة الى تعز؟ تمام، هذا هو نزح من ريمة الى تعز، لكن عنوان القصه انه مثنى بين، انا بساعدك، مثنى بين الرصيف وال، بين الرصيف والمدرسه. يا سلام عليك، مبروك لك 50000 ريال. الله يبارك فيكم، مشكورين على الشكر، وكل سنه وانتم طيبين. وان طيب ان شاء الله، وتحياتنا لكل مشاهدينا في المحويت، شكرا جزيلا لك، مبروك لك. الو اتصال اخر. الو الو، شهر مبارك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. عرفنا عن اسمك الكريم. عبد الله. عبد الله من؟ عبد الله عبده من عدن. عبد الله؟ عبد الله عبده من عدن. عبد الله عبده من عدن، اهلا بك يا عبد الله. حياك الله، تسلم. ايش اكثر شيء اثر فيك في قصة مثنى يا عبد الله؟ دور المعلم، يعني ينزل للشارع وكذا. المعلم يعني له منزلة كبيرة. لكن للأسف هذه المنزلة ذهبت في اليمن، يعني كثير من المعلمين نعم الله والأساتذة ودكاترة الجامعات ربما أصبحوا وضعهم سيء. إن شاء الله سوف تعود. إن شاء الله إن شاء الله. أنت متفائل يا عبد الله أنها بتعود، الأمور على خير. ارفع صوتك شوية، صوتك ضعيف. صوتي بعيد. أي نعم. طيب هو في مشكلة معنا، لكن تسمعني الآن واضح؟ شوية يلا كذا. تمام، هذا الموضوع بنشوفه بعدين. تمام طيب انا بسالك سؤال الان. تطوع أيوة. مثنى عمل في مهنه التعليم متطوع في تعز بعد ان نزح من ريمه، هو كان مدرس في ريمه صحيح، اتى الى تعز وتطوع في موضوع التعليم. كم سنوات صار لمثنى متطوع في التعليم مجانا في تعز؟ كم عدد السنوات؟ والله ما شفتها، كانت كربه طاويه. ما شفتش القصة نهائيا؟ لا شفتها في الأخير، يعني لصياسة لما فتح المحل. لما فتح المحل. تغالطني يا عبد الله، أنت عادك تقول لي معلم، يعني عارف القصة. طيب أنا ساعدك، هو نزح عام 2017، يعني كم صار له سنوات متطوع في التعليم في تعز؟ ثلاث سنين. أربع ثلاث ولا أربع؟ أربع مع السنة الجديدة ذي. نحذفها ما لهاش داعي، إذا السنة نحس. نحذفها ثلاث سنين. سنة نحس 2020 هذه. ثلاث سنوات، مبروك لك 50000 ريال. تشكر أستاذ سامي. حبيبي شكرا لك يا عبد الله، تحياتنا لك ولأهلنا في عدن. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مبروك لك 50000 ريال، ثلاث سنوات نازح الأخ مثنى في تعز ويعمل في التعليم بشكل تطوعي. طيب. الآن نذهب لسؤال، أو قبل أن نذهب لسؤال الواتساب، ممكن نذكر المشاهدين بالفائزين الثلاثة معنا والذين اخترناهم بشكل عشوائي. الآن ستظهر الأرقام على الشاشة مشاهدينا الكرام، مبروك للفائزين الثلاثة الذين اخترناهم عن سؤال الواتساب، عن سؤال حلقة الأمس. والفائزين الثلاثة أرقامهم معكم هي الآن على الشاشة، مبروك للفائزين الثلاثة أصحاب الرقم 775-840-882 و73-4820-714. والفائز الثالث 733-268-1912.
2 مبروك إذن، 50,000 لكل فائز منهم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مبروك للفائزين الثلاثة، والآن سنضع لكم سؤال الحلقة اليوم، سؤال الواتساب، بإمكانكم الإجابة عن هذا السؤال من وقت انتهاء الحلقة وحتى الغد، وسنجري القرعة ونختار ثلاثة فائزين، وقيمة كل جائزة 50,000 ريال، والسؤال معكم على الشاشة. سؤال حلقة اليوم: ما هي المادة التي يدرسها مثنى للطلاب؟ هل الرياضيات أم اللغة الإنجليزية أم اللغة العربية؟ السؤال مرة أخرى: ما هي المادة التي يدرسها الأستاذ مثنى للطلاب؟ هل الاختيار الأول رياضيات، الاختيار الثاني اللغة الإنجليزية، الاختيار الثالث اللغة العربية؟ إذن هذا هو السؤال مشاهدينا الكرام، بإمكانكم المشاركة وإرسال فقط رقم الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة، 1 أو 2 أو 3، على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وغدا سنجري القرعة. طبعا اليوم عشان اساعدكم كذا شويه في الاجابه على السؤال، بما انه اليوم بطل القصه الاستاذ مثنى، فانا حاولت اركز في اللغه العربيه وما غلطت كثير، لانه الاستاذ مثنى ممكن يركز على النحو وبعض التشكيل. اذا مشاهدينا الكرام، بامكانكم المشاركه وارسال الاجابه التي تعتقدون انها صحيحه، 1 أو 2 أو 3، على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وغدا سنجري القرعه ونختار ثلاثه فائزين، وقيمه كل جائزه 50,000 ريال. انتهت حلقه اليوم من حيث الإنسان، نلقاكم غدا وحلقة جديدة. دائما وأبدا تابعونا على شاشة بلقيس، وكونوا بخير.